للحديث عن حالات الابتزاز الحاصلة ضد النازحين في العراق والتأكيدات الأممية أنهم لا يزالون في خطر، معنا من فيينا عبر سكايب الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا بك معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك أستاذ زياد. بداية، يعني وبعد كل هذه السنوات من انتهاء العمليات العسكرية في البلاد، ما هو المبرر لاستمرار إجراءات التدقيق الأمني في نينوى؟ نعم، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام. الحقيقة اليوم قمنا بعرض على موقعنا الشخصي، قمنا بعرض وثائق تثبت بأن هناك تدقيق أمني ومساءلة وعدالة، يعني معاملات مساءلة وعدالة وتدقيق أمني لأطفال مواليد 2016 شهداء. فالحقيقة ما يحدث الآن هو تنكيل في المناطق المنكوبة والمناطق التي يسمونها محررة في مدينة الموصل، صلاح الدين الأنبار، ولكن أكثر شيء في مدينة الموصل. بالوثائق كتب رسمية عرضناها اليوم وذكرنا بأن ما يحدث الآن هو تنكيل بأهالي مدينة الموصل واستخفاف واستهزاء كبير عندما يقومون بشمول الشهداء بالمساءلة والعدالة وهم مواليد 2006 2008 2012، طفلة صغيرة ذهبت نتيجة تفجير أو صاروخ أو قصف جوي، 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات، ثم تذهب إلى المساءلة والعدالة والتدقيق الأمني. فلا أعرف هل كانت هي قيادية في داعش أم كانت قيادية في حزب البعث. أمر مؤسف الحقيقة ومؤلم جدا. وهل الذي يستشهد من احد اعضاء حزب البعث غير مشمول، يعني مثلا التعويض، هل هو مواطن من الدرجه الخامسه او السادسه؟ اي دوله في العالم عنصريه تتعامل مع ابناء شعبها بمثل هذا الاسلوب المجحف؟ لذلك سيدي الكريم، هناك مزايدات على اهلنا، هناك سياسيين يدعون تمثيل هذه المناطق ولكنهم صم بكم عندما يتعلق الامر بحقوق اهلهم، فما يهمهم المكاسب فقط. نعم سيد زياد، يعني برأيك ما هو سبب هذا التنكيل؟ هي عقدة دونية للأسف من قبل جماعات معينة، جماعات عصابات وخارجة عن القانون، جماعات الحقيقة مارست الإرهاب طول حياتها، عمدت على التخريب، فلا تستطيع أن تبني دولة وتبني مؤسسات ولا تستطيع أن تقوم بعمل حقيقي في محافظات، كل المحافظات العراقية حتى المحافظات الجنوبية. ترى معدلات الفساد، ترى معدلات الفقر مرتفعة جدا. هؤلاء يعملون على الهدم، طول عمرهم كانوا يعملون على الهدم، طول عمرهم كانوا مع الأعداء يقاتلون ضد العراق، كل طول عمرهم كانوا يعملون لتهديم الدولة العراقية. اليوم عندما تسلموا الحكم نتيجة ظروف معينة أصبحوا معول هدم في داخل العراق، لذلك يعمدون إلى تحطيم كل شيء، إلى تحطيم حتى الإنسان العراقي، قيم الإنسان العراقي، كرامة الإنسان العراقي. يعني لديهم عقدة حقيقة من الشرفاء وأبناء العراق الغيار بكل مكوناتهم، لذلك تجدهم ينكلون بأبناء الشعب. نعم سيد زياد، يعني كيف ترى أيضا تعاطي الحكومة، حكومة الكاظمي، مع هذا الملف، خاصة أنها يعني وعدت بإعادة النازحين إلى ديارهم ولربما في دول يعني تحترم مواطنيها، يعني من حقهم أن يحصلوا أيضا على تعويضات عدا عن يعني إعادة إعمار ما دمرته العمليات العسكرية؟ سيدي الكريم، الوعود كثيرة واللجان كثيرة والتحقيقات كثيرة، ومسألة إعادة النازحين الحقيقة ترتبط بملفات فساد. هناك سلات غذائية، هناك معسكرات قيمتها بالمليارات، على الورق شكل وفعل على الأرض شكل آخر، لذلك هناك مافيات مستفيدة من الوضع الحالي بتهجير الناس. هناك جهات وميليشيات تعمد إلى تغيير ديموغرافي، ما حصل في ذراع دجلة، ما حصل في جرف الصخر، ما حصل أخيرا في ديالة ونهر الإمام. هذه المناطق كلها زراعية يتم الاستحواذ عليها، تهجير أهلها، عودة هؤلاء النازحين، عودة هؤلاء الأشخاص المهجرين إلى مناطقهم، يعني خسارات كبيرة. هناك حقول تم الاستيلاء عليها، هناك موارد نفطية مثل مجزرة الفرحاتية التي حدث في صلاح الدين قرب موارد النفط في أحد آبار النفط، قام فيها فصيل مسلح معروف وهو العصائب.
سيدي الكريم، هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون، والحكومة عاجزة أو متواطئة بطريقة أو بأخرى، وما قدمته هو انسحاب لبعض العوائل، وقدمت لهم 1,000,000 دينار بدل أن تعيدهم إلى مناطقهم، وهذا ما حدث في ديالى. لذلك لا نعول كثيرا على الحكومة في مثل هذا الإجراء، بل نعول على أبناء شعبنا، كل أبناء شعبنا من كل المكونات هم من يستطيعون أن يعودوا للإنسان العراقي كرامته. أيضا ما الذي يعنيه تأكيد الأمم المتحدة لاستمرار يعني الخطورة على أو استمرار الخطر على النازحين في العراق من العودة إلى ديارهم، بالتزامن مع المحاولات من قبل حكومة الكاظمي والسلطات في العراق لإعادة هؤلاء النازحين ولو بشكل عشوائي دون تأمين مساكنهم، دون إعادة إعمار البنى التحتية في مناطقهم؟ ما الذي يعنيه هذا التأكيد؟ سيدي الكريم، اليوم في مدينة الموصل محافظة نينوى، هذه مدينة ثاني أكبر مدن العراق، لحد هذه اللحظة لم تستطع الحكومة بكل إمكانياتها بناء مطار المدينة الوحيد، بناء مستشفيات 9 التي دمرت، بناء 67,000 محل وورشة ومصنع في مستوصف في مدينة الموصل. هذه الحكومة عاجزة عن فعل شيء، وكذلك هناك جهات تمنع، وهي جهات معروفة للجميع، جهات مستفيدة من هذا الوضع. عندما لا يعود هؤلاء الأشخاص معناها هناك عملية نزوح وتهجير ومعسكرات وسلات غذائية، عندما لا يعود هؤلاء الأشخاص هناك أرض بدون أصحابها بدون أهلها، هذه الأرض يمكن الاستيلاء عليها، يمكن وضع اليد عليها، مع مرور الزمن يمكن تغيير والتلاعب بأوراقها، وهذا ما حدث في مناطق عديدة الآن. هل تعلم سيدي الكريم هناك مناطق ممنوع أهالي المنطقة بالبناء فيها رغم أنهم لديهم كل الأوراق والمستمسكات الثبوتية؟ هل تعلم أن هناك نازحين لا يمكنهم العودة؟ الحكومة لا تستطيع تأمين عودتهم، ليس لأنها عاجزة وإنما متواطئة. عندما لدينا جيش جرار وبإمكانيات مدعومة من كل دول العالم وأسلحة نوعية وأعداد هائلة ورواتب رهيبة، ولا تستطيع أن تؤمن عودة نازح، هناك خلل، هناك تواطؤ. ما الذي نستطيع أن نسميه إذا لم يكن هذا تواطؤا وانصياعا لرغبات جهات خارجية مثل إيران؟ وهذا ما أعلنه الجميع في جرف الصخر، عودة الملف جرف الصخر مرتبط بقرار إيراني من الحرس الثوري، وكذلك العوجة والعويسات ودرع دجلة وكثير من المناطق الأخرى. إذن هناك التقاء مصالح، وهناك للأسف صمت حكومي وصمت دولي عن إعادة أهلنا النازحين في كل المحافظات العراقية، ولا أتكلم عن محافظة دون أخرى. نعم، إذن كنت ضيفنا من فيينا عبر سكايب الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.